في المدرجات وقاعد تاخذ فرصه من افضل الافضل. نبارك لكم ثلاث نقاط، اعتقد بحاجه الفوز قبل مباراه العين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قلنا احنا بحاجه الفوز، احنا تعرف بدينا والحمد لله، يعني احنا ما ضيعنا ولا نقطه لحد الان في الدوري، ونحاول نستمر على نفس المنوال يعني وما نضيع نقاط يعني. وعندنا مبارتين مأجلات، بس قبل مبارتين عن مباراة العين إن شاء الله يعني نحن بندخل وعندنا على ثلاث نقاط، والشيء بيقدمنا يعني خطوات إن شاء الله. لن نتحدث عن الإخفاق الأسيوي، أنتم بيضتوا الويف الأسيوية وفي النهاية، ولكن الجميع تحدث أنه خلاص الأهلي انتهى، ممكن العامل النفسي سيكون عكسي على فريق الأهلي، ولكن ما نشاهد ما شاء الله بعكس كثير من التوقعات. لا بالعكس يعني، اوكي انت مثل ما تقول يعني اذا يوم تطيح يعني لازم تنش بسرعه وتحاول ترد مكانك الطبيعي. احنا يمكن خسرنا النهائي بس هالشيء ما اثر فينا، بالعكس يعني احنا طلعنا من المباراه من الطبيعي ان نتاثر ونحزن، بس من اليوم الثاني خلاص يعني تركيزنا انصب على الدوري، وهذه خطوه مثل ما تقول يعني اذا بتيب الدوري بترد تلعب الاسيويه، وانت مثل ما تعرف يعني احنا السنه هذه ما نشارك، هذه مثل ما تقول هذا دافع يعني يعطينا ان نقدم الافضل في الدوري، وهالشيء بيأهلنا يعني نلعب الاسيويه ان شاء الله. العين ينتظركم. نحن ننتظر العين. موفقين ان شاء الله. الله يسلمك.